السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أحب أشكر 11,000 مشترك في قناتنا في بروج العقارية، شكرا لكم، أنتم سر النجاح. طبعا متابعاتكم، ملاحظاتكم، تعليقاتكم مهمة جدا بالنسبة لنا. لا تنسوا دائما الاشتراك في القناة وضغط زر التنبيه وترك تعليقاتكم المهمة لنا. طبعا اليوم راح نتكلم احنا مع الأخ أبو حاتم عبد القيوم خوجة. طيب ايش الامور المهمه ابو حاتم اللي يجب على العميل يعرفها اثناء شراء العقار؟ طبعا اغلبهم يتكلموا انه انا انصدم بمبالغ يجب اني ادفعها وانا ما عندي علم فيها. ما عندي علم. ايوه، ففي الفيديو هذا نبغى نوضح الشيء هذا، انه المبالغ اللي راح تدفعونها عند شراء العقار ايش هي ابو حاتم؟ اعطينا نبدأ عن اول شيء. المبلغ اللي بيدفعها هو مبلغ العقار المعروف. جميل. مبلغ العقار يعني قد ما يكون بعد ما يختار العقار مبلغ العقار المعروف. بعد كذا يجي شيء اسمه تقييم الشقه. جميل. في 2019 سابقا ما كان موجود، فحاليا السنه هذه في 2019 و2020 شركه التقييم تطلع تقييم الشقه. حاليا سعر التقييم تقريبا 825 850 مبلغ في الرينج هذا يكون. نعم. هذا المبلغ يدفع للشركه المقيمه. الشركه المقيمه يدفع من المشتري نفسه، يعني المشتري يكون مترتب عليه قيمه العقار، مبلغ التقييم. جميل. بالإضافة إلى بعد التقييم. التقييم، خلينا في التقييم الآن. نعم. التقييم كم يستغرق؟ يستغرق الصباح بيطلع شركة التقييم، يروح يصور الشقة ويشوف الشقة كامل كموقع وكبلان كامل. نعم. في المساء يدور تقييم الشقة اللي هو ريبور الخاص بشركة التقييم. يعني قبل الإفراغ لازم تعطي خبر لشركة التقييم بيوم حتى يكون التقييم جاهز ليوم الافراغ. صحيح، تقرير التقييم. هذا شرط الان اصبح شرط اساسي للافراغ للاجانب في دولة. للاجانب. صحيح. جميل. بعدين في اداره الطابو يجي المترجم على اساس انك اجنبي لازم يكون مترجم. المترجم ياخذ مبلغ. نعم. وهذا شيء كثيرين يتفاجئ يقول لك انا ما خبرتوني سابقا. صحيح. طيب هل المترجم، طبعا لازم يكون مترجم محلف. محلف. مترجم محلف من. صحيح. الدوله. المترجمين هذولي طبعا محلفين لدى المحكمة التركية ومحسوب عليهم أي كلمة يقولونها. هذه نقطة مهمة جدا. طبعا كم سعر المترجم المحلف؟ المترجم تقريبا يكون بين 300 إلى 400 ليرة. 300 إلى 400 ليرة تركية، هذه في طرابزون. أما في إسطنبول أحيانا تصل إلى 500 ليرة تركية. صحيح. جميل. الشيء الثالث. الشيء الثالث بعد إفراغ الصك، بعد ما يدفع مبلغ التقييم. نعم. والمترجم بعد ما يغلق الامور هذه يستلم الطابو نفس اليوم. اليوم اللي بعده يكون فيه اللي هو تامين الزلازل، يسموه داسك. تامين الزلازل هذا الزاميه لانهاء اجراءات الكهرباء والماء والغاز. تامين الزلازل هذا لازم يكون كم تقريبا سعره؟ سعر التامين الزلازل تقريبا يكون 90-100 ليرة ماكسيمم، فهذا الرينج يكون تقريبا. طيب قبل ما نروح للتقييم، كم الضريبه اللي تاخذها الدوله؟ ضريبة الطابو اللي هو ضريبة سند الملكية. أيوه. كانت سابقا 3%، حاليا تقريبا من أسبوع أو 10 أيام صارت 4%. 4%. 4%. عام 2020، قبل عام 2020 كانت الضريبة 3% وكانت مخفضة، الآن رجعت لوضعها الطبيعي قبل سنتين اللي هي 4%. صحيح. طيب الآن أفرغنا الصك، الأمور اللي تكلمنا فيها اللي هي أول شيء مبلغ الشقة، ثاني شيء التقييم. ثالث شيء الداسك اللي هو تأمين الزلازل، وعندنا المترجم المحلف. هذه الأربعة عند الإفراغ. صحيح. بعد الإفراغ عندنا اللي هو اشتراك الماء والغاز والكهرباء. هذه اشتراك الماء والكهرباء والغاز تقريبا من 1500 ليرة إلى 2000 ليرة تركية، ما تتعداها تقريبا. تختلف حسب المنطقة وحسب البلدية اللي تروح تقدم عليها. مثلا منطقة يمرى لها سعر معين، منطقة أورتهيسار أو المنطقة المركزية لها سعر محدد. إيش في ثاني أبو حاتم نقدر نتكلم فيه؟ نقدر نقول أخيراً اللي هو مبلغ التدفئة المركزية اللي موجود في المجمعات السكنية. إيه، هذه مشكلة كبيرة طبعاً. صحيح. تواجه أغلب السكان اللي هي أحياناً تشترون شقة يكون فيها الغاز الطبيعي واصل، وأحياناً تشترون شقة ما يكون الغاز واصل فيها، بالتالي تكون التدفئة مركزية عن طريق الفحم. نعم. الفحم هذا حسب الشقة، في شقق غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاثة وصالة. جميل. أربعة وصالة، حسب مساحة الشقة تكون سعر التدفئة أو. نعم. سعر المبلغ الفحم اللي يندفع سنويا.
من تقريبا نقدر نقول من 250 دولار الى نقول 500 600 دولار للسنة. نعم تقريبا ثلاث غرف وصالة اذكر انها 2 طن 2 طن تقريبا 600 دولار. هذا يا جماعة مبدئيا معلومات عامة لاغلب المشترين او المستثمرين اللي يشترون شقق في تركيا. تجينا أسئلة كثيرة طبعاً. أنا شفت العقار الآن وناسبني العقار، عند الشراء إيش المبالغ اللي أدفعها؟ مترتبات. المبالغ اللي تدفعونها واضحة جداً ووضحناها في هذا الفيديو، وتحت الفيديو راح تكون معلومات بالكاملة مكتوبة، وإن شاء الله ينال هذا الفيديو إعجابكم. واللي عنده أي استفسارات أخرى للاستثمارات في تركيا أو معلومات عن التملك أو أي استفسارات أخرى إحنا في خدمتكم. شكرا ابو حاتم على المعلومات القيمه. على راسي الله. ونبغى منك فيديوهات اجمل بعد كده ومعلومات كويسه أكثر. عن التملك، عن الاستثمار، عن المدارس. ان شاء الله بنعطيكم معلومات اكثر واجمل باذن الله، سواء عن طرابزون او عن اسطنبول او عن تركيا بالكامل. تحياتي لكم ونراكم في فيديوهات اخرى. تحياتي.